السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا الليلة عن نعمة من نعم الله العظيمة الجليلة، هي نعمة الأولاد والبنات، نعمة الذرية. فالإنسان في هذه الحياة من أهم ما يطمح إليه ومن أعز أمنياته أن يرزقه الله سبحانه وتعالى ذرية طيبة، وهذا أمر مركوز في النفس البشرية. الإنسان فطره الله تعالى على حب الخيرات وحب المكرمات. قال ربنا عز وجل في كتابه العزيز: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الإنسان في الدنيا طموح، عنده رغبات وعنده أمنيات وعنده شهوات، منها ما هو مباح ربنا خلقه للإنسان، ومنها ما هو محرم. طبعا زين للناس حب الشهوات من مدى من النساء، يرغب في الزواج بالنصف الآخر من النساء والبنين، يحب أن يكون له أولاد وبنات. ثم والقناطير من المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، يعني امتلاك الأموال والأراضي والبنايات وتربية المواشي والأنعام والحرث، هذا طبيعي في النفس البشرية. ونحن سوف نذكر أيها الأحباب الكرام في حلقتنا اليوم نعمة الأولاد، اللي هي من أهم النعم التي أعطاها الله تعالى لعباده المؤمنين، ولا يكاد يقدر هذه النعمة إلا من حرم منها. هناك من حرم من الأولاد ويشعر بحزن عميق، فهذه نصيحة لكل من أعطاه الله أولاد، عليه أن يحمد الله تعالى على ما وهبه دون مقابل ومن غير عناء. فربنا سبحانه وتعالى جعل زينة الحياة الدنيا وزهرتها هم الأولاد، وأمرنا بأن ندعوه. إذا كان الإنسان ما عنده لا أولاد ولا عنده زوجة وكيشعر وحيد، أنه ما يتعب، ما يفكر كثير، القضية سهلة مهلة. توضأ وصلي ركعتين خاشعتين لمولاك، وارفع يدك بين وجهه الكريم وقل الدعاء المأتور: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أعظم دعاء في القرآن العظيم، وهي أن الإنسان باش يعطي الله الحياة الطيبة، الحياة الهنية، الحياة المطمئنة، يطلب الله تعالى يعطيه أولا زوجة تكون قرة العين، تكون صالحة ميسرة تملأ عينه وقلبه، ويعطي منها ذرية تكون طيبة مباركة. ويزيد فوق الشيء كله أنه يجعل حياته كلها لله، للعبادة وللطاعة وللعمل الصالح. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني سعى أن تكون من المتقين، بل أكثر من ذلك أن تكون إماما للمتقين. فالله سبحانه وتعالى من فضله ومن كرمه أنه يعطينا الأولاد والبنات، وجودهم في البيت كالأزهار في الحدائق. طبعا اللي عنده ولدات جميلين مهذبين، الفؤاد يسر لمشاهدتهم، والعين تقر برؤيتهم، والأرواح تبتهج بقربهم. وكما قال الشاعر أيام زمان وأحسن ما قال، قال: أولادنا هم أكبادنا تمشي على الأرض، إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض،
لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. فهذه نعمة عظيمة ربنا سبحانه وتعالى أكرم بها العباد. عادة الناس يحبون خلفة الذكور، هذه أمر طبيعي، الناس منذ زمان يحبون الذكور ويشمئزون من خلفة البنات، وهذا خطأ يرتكبه الكثير من الناس، وهو من بقايا الجاهلية. الجاهلية طبعا الجاهلية هي أنواع من الجاهليات، كاين جاهلية ما قبل الإسلام، كاين ما يسمى بجاهلية القرن العشرين، كاين جاهلية القرون ما قبل الميلاد، وكاين جاهلية غتجي في على مر التاريخ. يعني كل مرحلة الجاهلية ماشي فقط خاصة بالناس اللي كانوا قبل الإسلام، كل محطة من تاريخ البشر ممكن تكون فيها جاهلية، لما يكون هناك عدم استحضار العظمة الإلهية، لما يتم إقصاء الدين، لما تصير القلوب قاسية ويقتل الناس بعضهم بعضا، لما يموت الضمير الإنساني ويرى الناس أن هناك الظلم والعدوان ولا أحد يتكلم، هذه كلها جاهليات. لما يكون الغني يأكل مال الفقير، ولما يكون هناك التمرد والتعنت على نعم الله، هذه كلها مظاهر جاهلية والعياذ بالله. فمن الجاهليات التي كانت قبل الإسلام كان الناس يرفضون ويكرهون خلفة البنات، وقد وصف ربنا عز وجل هذا الأمر أنه كان الرجل إذا رزق بنتا ظل وجهه مسودا، وكانوا يسخرون من بعضهم إذا رزق أحدهم أنثى. فقال ربنا عز وجل يصف لنا هذا المشهد الجاهلي، قال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. مع الأسف الشديد البشرية في مرحلة من التاريخ انحطت، حتى صار الناس يقتلون أبناءهم ويقتلون فلذة كبدهم، ليس فقط يقتلون أبناء العدو أو أبناء الحرب، وإنما حتى أبناءهم والعياذ بالله، ويدفنون الإناث أحياء. والقرآن العظيم كلام رب العالمين الدستور الأعلى للبشرية جمعاء يصف لنا هذه المحطات المظلمة من تاريخ البشرية، فيقول ربنا عز وجل: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. كانوا يدفنون إناث أحياء، فربنا عز وجل يقول: لماذا تقتلونها ولماذا تعترضون على حكم الله؟ فلا بد للمؤمن أنه يرضى بما قسم الله تعالى. فلما جاء الإسلام ووهب لنا الله تعالى هذه النعم، قال: هذه الأولاد هم من عطاء الله ومن هبة الله، وربنا هو الملك، بل هو مالك الملك، هو الذي يدبر الأمور كلها. فقال جل شأنه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. تأملوا معي أيها الأحباب الكرام، لما يقول ربنا عز وجل يهب لمن يشاء إناثا، الله تعالى اسمه الوهاب، والأولاد هم هبة من عند الله ليس رزقا، لم يسمهم الله تعالى رزقا، قال: نعم نحن نرزقهم وإياكم، وفي آية أخرى قال: نرزقكم وإياهم، يعني لكن هم هبة أكثر من الرزق، لأن الرزق هو تكفل الله به للجميع، الرزق تكفل الله به للجميع، للبشر سواء كان مؤمن أو كان كافر أو كان ملحد، الله تكفل للرزق، كل شيء يأكل كل شيء يشرب، حتى الذين يرفضون دين الله، حتى الذين ينكرون وجود الله، هذا كلهم ربك يعطيهم رزقهم، الكل يأكل ويشرب من عباد الله، رزق تكفل الله به لكل البشر. لكن الهبة لا يعطيها الله تعالى إلا لمن أحب من عباده ولمن اختارهم هبة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. من الروايات التي تروى أيام زمان عند العرب أن الرجل كان إذا وجد امرأته حامل وأوشكت أن تضع كان يفر، بحجة أنه سوف يتاجر، سيذهب في قافلة تجارية أو سيذهب لأمر من الأمور، يغيب. لماذا يغيب؟ يخشى
أن يسمع الخبر. فكان رجل يسمى أبا حمزة، كانت امرأته دائما تلد له البنات، تنجب له بنتا وراء بنت وراء بنت حتى امتلأ بيته بالبنات، فأصبح حزينا. آخر مرة زوجته كانت حامل، فاختلق حجة أنه في سفر في قافلة للتجارة وغاب، وانتظر مدى ستضع زوجته. لما سأل مدى وضعت، قالوا مرة أخرى أنجبت بنتا. فغضب أبو حمزة وصار غاضبا في حوش قريبا من بيته، لا يريد أن يدخل إلى البيت. زوجته كانت امرأة صالحة وامرأة عندها أدب واحترام، وكانت تناديه بكلمات، لأن الإنسان القضية كلها راهي غير كلمات، حقيقة العلاقات الإنسانية راهي غير كلمات، غير قل كلمة طيبة تغرس في قلوب الآخرين ورودا وأزهارا، غير كلمة طيبة الناس كيعقدوا الأمور، غير قول كلمة طيبة وكل شيء غيتصوب عندك، كل شيء غادي يتحقق الرجاء بإذن الله الواحد الأحد. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. في العلاقات الاجتماعية والعلاقات النفسية الناس كيعقدوا الأمور ونظريات وأفكار، أقولها كلمة طيبة وغتشوف بأن الأمور كلها غتستقم لله تعالى. شوف هاد المرأة، رجلها كان غضبان، ولدت لي 10 ديال البنات، وشعر بأنه مستاء وأنه متذمر. بقى في واحد الحوش حدا الدار ديالو، غضبان باش يدخل، بدأت تقول له قصائد بكلمة طيبة مهذبة رائعة. كانت تقول: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل بالبيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذلك في أيدينا، وإنما نأخذ ما يعطينا، ونحن كالأرض لزارعين، ننبت ما قد زرعوا فينا. كلام طويل هكذا، فسمعه الرجل وفعلا علم بأن امرأته لا حرج عليها، فالله تعالى هو الذي أعطى. لماذا تغضب ولماذا تتمرد؟ المرأة كالأرض لزارعيها، تنبت ما قد زرعوا فيها. وسبحان الله، ربنا أعطاها التشبيه في القرآن الكريم لما قال: نساؤكم حرث لكم، فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. فبعض العلماء قال لك: ما معنى حرث لكم؟ يعني المرأة بحال الحرث، هي أرض ويزرع ما فيها، وربك سبحانه وتعالى هو الذي ينبت ويعطي، بحال القضية بحال تماما بحال الزراعة. وقال: وقدموا لأنفسكم، معناها أنه باش يكون الخلفة طيبة وجميلة، يعني قدم لأنفسك أول حاجة بالصدقة لله، بالأذكار لله، ثم بالكلمة الطيبة لله، بالعشرة الطيبة، يكون عندك روح المداعبة، روح الصبر إذا وقع الغضب، روح التماس الأعذار من الآخرين، روح جبر الخواطر، هذه هو قدموا لأنفسكم. خليك دائما عطي، ما تنتظرش تأخذ، هذه وصية أيها الأحباب الكرام، تربى على العطاء لا تتربى على الأخذ. الأخذ ما تأخذه إلا من الله وحده لا شريك له، خليه هو سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الرزق، خليه هو يعطيك الكرامات ويزيدك من الطيبات هو سبحانه وتعالى. ولكن أنت مع الناس مع الخلق تعلم العطاء لا تتعلم الأخذ. ما تقول لي معطوني، ما تقول لي مخصني، ما تقول لي كذا، لا، مع الناس الحمد لله الشكر لله، الرضا بما قسم الله، ولكن مع الله تعالى: يا رحيم أرحمني، يا كريم أكرمني، يا غني أغنني، يا حنان زد علي، وتشوف الخير الذي يعم عليك. فالنساء هم مجرد حرث، نساؤكم حرث لكم، فاتوا حرثكم أن شئتم. وهذا الخلق كله هو عبارة عن عملية الحرث. ألم يقل ربنا عز وجل: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ كل الذي يخلق هو الله تعالى، أما البشر فعلاقة زوجية فيها مودة ورحمة، في فراس العلاقة الزوجية، وأنشأ عن حمل وجاء الولد، فذلك كله صناعة ربانية. والله تعالى أعطانا تشبيه، قال لك: أيها الناس، يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث، فإنا خلقناكم من تراب،
ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم. سبحان الله، الصناعة الإلهية، الإبداع الإلهي، كل ما في الوجود الحقيقة أيها الأحباب الكرام، كل ما في الوجود هناك سر وحيد فقط أرجوكم خذوه بصدق ويقين. سر الوجود هو معرفة الله، هذا هو سر الوجود. يعني هذا الصراع اللي كاين دابا الآن والمنافسة، ناس غافلين عن السر الحقيقي. كل ما في الوجود يدل على رب الوجود وعلى عظمته. لو أن الناس كل البشر بدأوا يتأملون في الصنعة الإلهية وفي العطاء الرباني وتأملوه واقتسموه فيما بينهم بالسوية، لكان كل البشر سعيدا، ولكان كل البشر يعيش في أمان، لأنه سبحانه وتعالى هو الخالق وسبحانه هو الرازق. أكيد أن بعض الأحبة الكرام اللي هما تزوجوا منذ سنوات ولم يرزقوا لا أولاد ولا بنات، أكيد أنهم هم اللي عارفين القيمة ديال الحمل وديال الأولاد. ودابا الآن كنتكلم معكم وكنستحضر واحد العدد كبير ديال الناس كنعرفهم لعلهم يستمعون إلينا الآن، كاين سنوات تزوجوا وباقي ما عطاهمش الله الأولاد، وكاين أصلا اللي ما تزوجش أصلا ما عطاش الله حتى الزوج أو الزوجة كيشرب الوحدة. هؤلاء هم الذين يقدرون هذه النعم. لكن كنبغي نقول للجميع أن الله سبحانه وتعالى هو ما منعك إلا ليعطيك. هذه قاعدة خذوا أيها الأحباب الكرام في حياتكم، ما منعك إلا ليعطيك. فالعطاء من الله عطاء، والمنع من الله عطائين. المنع من الله عطائين، فالله اسمه المعطي. وهذا الكلام انتبه له ابن عطاء الله السكندري صاحب الحكم، كلام إنسان لما يتأمل في الوجود يفهم سر الوجود. كان غير قول للأحباب الكرام اللي هما ما لم يكتب لهم لحد الساعة أن يرزقهم الله الحمل، الأمر بسيط، أننا نكثر من دعاء الإنجاب، وقد دلنا عليه ربنا عز وجل في كتابه العزيز. فربنا عز وجل أخبرنا بأن سيدنا زكريا عليه السلام بلغ من الكبر عثية واشتعل رأسه شيبة وطلب من الله الأولاد، فقال تعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هذا الدعاء هو مأثور. ديما الإنسان اللي ما عندوش الأولاد يقول هذا الكلام: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الدعاء مهم للغاية. وأن نقول ولكن متزوج مع الزوجة ديالو ربما تعب في الفحوصات الطبية وتعب في التحاليل، ومنهم من صار يفكر في الأطفال الأنابيب، ومنهم من امتلع عقله ربما بأوهام ديال الشعوذة وبدأ كيمشي للأضرحة وكيلتمس من الأموات العطاء، وهم أموات. الأموات هم أموات، الله يرحمهم، الله يسلم الرحمات، الله تعالى يجعلهم في جنة النعيم. ولكن أن تلتمس من الأموات العطاء هذا خطأ. لا يلتمس العطاء إلا من الله وحده لا شريك له. إنسان كيدعو الله يقول: اللهم اخلق من مائي وماء زوجتي ذرية طيبة صالحة بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. قد يكون غير ماء ديال الرجل والماء ديال المرأة. هذاك الماء الناس اللي عندهم الأولاد راه ما حللوا لا تحليلات، ما عارفين كاعش المكونات ديالو، ما عارفين لا قواعد طبية في الهرمونات ولا في الحيوي المنوي ولا في جدار الرحم ولا في كل، ما عارفينش هادشي. وأقول بسم الله تبارك الله وربي عطى الأولاد، فنقول هاد الدعاء. واخا يكون عندك نقصان، يقول لك الطبيب راه عندك واحد المادة ناقصة في الجسم أو واحد الهرمون عندك ناقص أو واحد الماء أو حيوي منوي ضعيف، هذا كله كلام طبي على راس العين كنحترموه وكنقدروه، ولكن دائما حنا كنشوفوا الصانع، حنا كنتكلموا مع المبدع. الطبيب كيبقى غير واحد البشر قرا واحد الدراسه وتعمق فيها وكيعطيك واحد الشروحات واحد المقاربه، لكن حنا كنتكلموا مع الصانع، كنتكلموا مع الخالق مع الوهاب. اللهم اخلق من مائي وماء زوجتي ذريه صالحه بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين. وسترى العجب، ترى العجب، وخصوصا
ما نقول لك استعمل ادويه ولا استعمل اعشاب. جميل كتمشي عند الطبيب كيعطيك ادويه، ادويه مقويه، كتمشي عند العطار كيعطيك ربما حتى هو بعض الاعشاب اللي كتسخن واللي كتعطي القوه والاندفاع. لكن احسن شيء نقول لك ايها الحبيب الكريم اكثر من الاستغفار. الاستغفار اللي شاف راسه بانه مزير وما عندوش ما يشغلش باله. اياكم ما تقلقوا، ما تزعجوا، ما تفكر، ما تفكرش. ليش غتفكر؟ ليش؟ الله تعالى موجود وهو كريم وهو المعطي. الناس اللي كيف التفكير، نعم التفكير فريضه اسلاميه، التفكير فريضه اسلاميه، التفكير في الاستراتيجيه، التفكير في النظام، التفكير في البناء والتعمير، التفكير في خلق فرص للحياه الطيبه، هذا كله مطلوب. لكن التفكير اللي مقترن بالهم ومقترن بالغم، هذا كله لا ينبغي من المؤمنين. ملي يجي عندك الهم والغم ما تفكرش اش غدير، سهله مهله، غتكثر من الاستغفار، اكثر من الاستغفار. فالاستغفار هو طريق من طرق الانجاب، هذا بنص كلام رب العالمين الذي قال: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. ويمددكم، المدد 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 الالهي، ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. الحقيقه ايها الاحباب الكرام، راه غير اللي بغى يعيش في الفقر، غير اللي بغى يعيش في النكد، غير اللي بغى يعيش في الحرمان، راه ما كاين لا فقر ولا نكد ولا حرمان. حنا عندنا ما هو اعظم من عصا موسى عليه السلام، عندنا ما هو اعظم من ختم سليمان عليه السلام. اشنا هو؟ الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، انه كان غفارا. سمى نفسه الغفار، لم يقل الغفور، غفار كثير المغفره. يرسل السماء عليكم مدرارا، ما كاينش الجفاف، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم، المدد، يمددكم باموال، الاموال ما تسناش البنك الدولي، ما تسناش الماسونيه العالميه، ما تسناش الامم المتحده، ما تسناش الجهات اللي ربي اللي غادي يعطيك، هو عنده الاموال. ويمددكم باموال وبنين، هو الصانع ديال الاولاد والبنات والخلق، الخالق، يمددكم باموال بنين ويجعل لكم جنات، يجعل الارض ديالكم كلها خصبه، كلها خضروات وكلها كروم وكلها زروع، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. الانهار ربي يشقها، يشق الارض فتخرج من الانهار، كل هذا من نعمه الله. فالانسان اذا كان بغى الاولاد يعني انه يقول هذا الدعاء: ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. ولا تعصر عليه، كيقول الدعاء ديال سيدنا يونس عليه السلام عند الجماع بين الزوج والزوجه، يقول بجوج من هذه الكلمات، يقول: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اوله تهليل، اوسطه تسبيح، اخره اقرار بالذنب. لا اله الا انت تهليل، سبحانك تسبيح، اني كنت من الظالمين اقرار بالذنب. وهذا عام، اي واحد عنده عكوسات، عنده موانع، عنده صعوبه في الحياه، والله وبالله وتالله وعلى الله، لا تفكر ولا تبتئس، نعس وانت مرتاح وغتفيق في الصباح وربي غادي يشرق الشمس جديده وياتيك بالارزاق من حيث لا تدري. الرزاق، واش الله تعالى كيرزق الكافر؟ والله تعالى كيرزق المشرك، بل الله تعالى كيرزق الملحد، بل الله تعالى كيرزق الظالم، كيرزق الجميع. وانت ما غيرزقكش، انت ما يعطيكش، يعطيك، انت مؤمن، نعستي وانت متوضي، نعستي وانت صليتي ركعتين خاشعتين، ونعستي وكتذكر الله، يعطيك ويعطيك ويعطيك. غنقولوا هذا الدعاء: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقل الدعاء اللي بغيتي وغتشوف ربي عز وجل غادي يعطيك. هذا قاله الله في القرآن الكريم: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله تعالى
قال لنا نجى سيدنا يونس وغنجي جميع المؤمنين. اي واحد فينا عنده شي ازمه نفسيه، ازمه روحيه، ازمه ماليه، ازمه عاطفيه، وما تفكرش ولاش تفكر، واش انت عندك رب سبحانه وتعالى قال لك تعال الي عبدي، تعال الي عبدي، ارمي حملك علي. علاش ربي شرع لنا النوم؟ النوم هو تسليم، النوم اللي غنبغي نعسو، يعني غنتوضا ونقول يا ربي اني سلمت وجهي اليك والجات ظهري اليك وفوضت امري اليك، لا ملجا ولا ملجا منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت وبرسولك الذي ارسلت. صافي هذا كيتسمى التفويض، يعني الحمل كله اللي عليا اعطيته الله تعالى. يكون عندي ديون ولا يكون عندي فقر ولا عندي مرض ولا عندي قضيه في المحكمه ولا عندي مشكل الاولاد، كل هذا ارميه على الله. وباش ربي عز وجل يعطيك الاولاد ويكونوا فيهم الجمال وفيهم الصلاح، ماشي غير اي اولاد، يكون صورتهم جميله كامله مكموله ويكون فيهم الصلاح مربين، كتزيد هذا الدعاء. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا ذري وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، تكثر منه هذا الدعاء. كيعطيك الله اولاد فيهم صوره جميله، ماشي صوره فيها عيب او فيهم مرض او نقصان، وكيجعل لهم تنشئه ربانيه، يكونوا صالحين، يعني مهذبين، مهدئين، ما يخلقوا مشاكل، بالعكس يفرحونك ويسعدونك وتفتخر بهم بين اقرانهم. الابناء فيهم الجمال والصلاح. كنقولوا هذا الدعاء باستمرار. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وان شاء الله الله سبحانه وتعالى يكرم الجميع. فاللهم يا رب العالمين، يا ذا العرش العظيم، يا قوي، يا رحمن، يا رحيم، يا قادر، يا رب إنك على كل شيء قدير، وحدك سبحانك وغيرك من البشر لا يقدرون، سبحانك يا من تعلم ما في الأرحام. اللهم يا رب بشر عبادك المؤمنين الذين يحتاجون إلى الأولاد، ارزقهم ذرية طيبة صالحة. اللهم ارزقهم أولادا واجعلهم صالحين طيبين أتقياء من غير نقصان ولا زيادة، واجعل عاقبتهم إلى خير. اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، يا من يعلم ما في الأرحام، ارزق عبادك المؤمنين ذرية طيبة، إنك سميع قريب مجيب، يا مصور يا خالق يا رازق يا واهب. اللهم يا رب بحق قولك هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللهم يا الله يا مصور في الأرحام، صور يا رب في رحم كل امرأة حامل يا رب ذرية طيبة مباركة سليمة، ما فيها لا مرض ولا سقم ولا علة. اللهم أمين يا رب. مع الإشارة أيها الأحباب الكرام، هذا المال ولا هذا البنون راه كيبقى غير زينة من زينة الحياة، والحياة قصيرة وغدا سوف تنتهي ونرحل، احنا كلنا سوف راحلون، لأن حياتنا قصيرة بحال فصل الربيع سرعان ما تنتهي. فالإنسان إلا بغى يشغل باله كثير ما يشغلش باله بالمال والبنون، لأنهم دائما غير متاع الدنيا قليل. اللي بغى الاستثمار واللي بغى الفلاح واللي بغى النجاح واللي بغى الدرجات الرفيعة باش يشغل نفسه، يشغل نفسه بالباقيات الصالحات. شن هي الباقيات الصالحات؟ هي التسبيح والتحميد والتكبير، هذا اعظم نعمه، اعظم نعمه ربنا عز وجل جعلهم خير ما في الدنيا. قال ربنا المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. هذا اكثر منهم، لان المال والبنون حد الدنيا، ملي كيودع الانسان كيسالي الفيلم صافي، سالت المسلسل انتهى الامر. لكن اللي غيبقى معاك في الدار الاخره وغادي ينفعوك في القبر وفي ليله السؤال وفي المحشر والوقوف بين يدي الله، ماشي ولادك ولا البنون ولا المال. راه قال لك يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. راه الاولاد ما غينفعوك في الاخره، راه المال ديالك ملي غتوفى غيتقسم على الورثه، انت ما غدي معك والو غير كفن ابيض. اش غدي معك للاخره؟ اللي غينفعك في الحقيقه هو الاعمال الصالحه، خصوصا الباقيات الصالحات اللي هي التسبيح
والتحميد والتكبير. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا ما فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. هادو هما أولادك، هادو هما الذرية ديالك، هادو هما الأموال ديالك، هذه الثروة الحقيقية، هذا هو البنك الحقيقي الذي لا يقربه لصوص ولا يمسه السوس. هذا هو البنك اللي بغى البنك رصيد بنكي، هو يعمر وقته بذكر الله سبحانه وتعالى. وسوف ترى العجب، العجب في الحياة والعجب بعد الممات. هذا بنص القرآن العظيم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أسأل الله تعالى أن يرزقنا المال ويرزقنا البنون ولا يحرمنا من الباقية الصالحات. اللهم يا رب إننا نستغفرك ونتوب إليك، أنت ربنا لا إله إلا أنت، نحن عبادك وعلى عهدك ووعدك ما استطعنا، نعود بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعود أيها الأحباب الكرام، ويسعدنا أن نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. مرحبا بكل المكالمات، ونبدأها من أين؟ من الدار البيضاء. معنا السي عبد الرحمن. السلام عليكم أستاذ، كيداير؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيداير أستاذ، لاباس عليك؟ الحمد لله مولاي، بارك الله فيك. الله يحفظك أستاذ، كنتبعوك دائما، كنشكروك على الإذاعة وكل شيء. جزاك الله ألف خير أخويا. الله يحفظك. كيداير أنت أستاذ، بخير؟ ولله الحمد مولاي، بارك الله فيك. الله يحفظك. كنطلبوك أستاذ تقول للمتتبعين ديالك يدخلوا عندنا القناة شجرة الهلال للمكفوفين. يا مولاي. للقرآن الكريم. واخا مولاي، بإذن الله. السي عبد الرحمن يبدو أنه من الشباب اللي هما يا فاقدي البصر، وهاد الشباب اللي هما فاقدي البصر مجموعة شباب وشابات على امتداد التراب الوطني، اللي هما يا ضعفاء ومحتاجين للمساعدة، وأنشأوا هذه القناة على محرك البحث، وهذه القناة هي خاصة يتواصلون فيما بينهم ويحفظون كلام الله تعالى. وأيضا من أراد أن يتواصل معهم غادي يزور هذه القناة، وغادي يقدر يلقى الفيديو ديالهم ويشوف الحالات الاجتماعية، وربما يقدم لهم مباشرة المساعدة الممكنة. قناة هلال للمكفوفين بإذن الله تعالى. كما أيضا الناس اللي هم معاقين، عندهم إعاقة حركية، أخونا السي محمد من الخميسات حتى هو أنشأ قناة خاصة لهؤلاء اللي هما في وضعية صعبة واللي هما عندهم إعاقة حركية، وسمها قناة نور للمعاقين، قناة نور. فنطلب الله سبحانه وتعالى هاد الناس ربي عز وجل يفتح لهم باب الرزق. والبشارة وهي أننا الحمد لله في مغربنا العزيز نسير على الخط السليم، وربما يبدو الخطى بطيئة شيئا ما، لكن الإصلاح غادي في الطريق السليم. فالحماية الاجتماعية التي لطالما سعى المغرب لإقرارها في البلد، واللي كيسر عليها صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، بدأت تعطي ثمارها. بدنا كنشوف واحد المبشرات عظيمة، الحكومة الحمد لله بدأت تطلق مشاريع اجتماعية مهمة لفائدة الفئات المعوزة والفقيرة، وحنا نطلب الله ندعو مع الحكومة باش تزيد في الأمام، باش تزيد في المدد، لأن هذا الشيء اللي سمعنا مؤخرا كيبشر بالخير. الحمد لله مجموعة من المساعدات المهمة اللي غتعطى، سواء بدءا بالناس الضحايا ديال الحوز، الضحايا ديال الحوز إعادة البناء والتعمير، ثم بدأوا هذه الأيام كياخذوا الدفعات الأولى باش يضمنوا العيش الكريم، وغتمتد الأمور إن شاء الله تعالى ماشي غير الناس ديال الحوز، الناس ديال الرقعة المغربية كلها
اللي بغى يقتني سكن غادي يكون عنده ان شاء الله واحد الدعم مهم من طرف الدوله كما تعلمون، ديال 10 المليون او ديال 7 مليون بدلوا السكن. ثم الى قدر الله تعالى والانسان اعطاه الله شي وليدات انجب الولد الاول كياخذ واحد المنحه باش يقدر يكمل عاد وليد في العالم القروي. يعني هذه خطى مهمه كنطلبوا الله تعالى ان هاد الناس يوفقهم في المزيد من هذه الخدمات وهذه العطاءات، لان فعلا الناس راهم متضررين، راه كاين واحد الفئات متضرره. وكنبغي نقول للاحباب الكرام راه حتى الحكومه كتبقى غير بشر، احنا دائما نركز على من؟ على رب البشر. الله سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه العزيز: وفي السماء رزقكم وما توعدون. الصالحون ايام زمان ملي كيحتاجوا المال او يحتاجوا المعونه راه ما كيبقاو يكتبوا طلبات استعطافيه لهاد المؤسسه ولهاد الجهه وهاد الجهه، راه اول ما كيفكر فيه هو يرفع يديه الى السماء ويقول: يا رب الوجود، يا رب الكون، يا خالق البشر، يا من عنده خزائن السماوات والارض، انا عبدك الضعيف بين يديك، اكرمني بكرمك، اكرمني بكرمك، والطف علي بالطافك وغتشوف الخير الذي يعم عليك. هذا هو اللي ديما نركزوا عليه ايها الاحباب الكرام. وانا ذاك الله تعالى غادي يفتح لك القنوات، هو من عنده غادي يجيب لك هذا عند من يديك. حنا كنذكروا دائما بان الرزق اللي احد الناس مضاربين عليه راه ربي يتكفل به، راه هو اللي مكفل به، راه حتى واحد ما عنده ما يزيد لا خطوه ولا ينقص خطوه. الرزق نوعين: تاتي اليه ورزق ياتي اليك. حنا دابا مضاربين على الرزق ناتي اليك نضاربوا ونتخاصموا، وكنساو الرزق الذي ياتي الينا من عند الله. كيف ياتيك؟ كلما توكلت على الله، كلما لم تطمع في مال البشر، كلما وجهت وجهك شطر ربي البشر، سترى بان ذاك الابواب ديال الرزق الاخر راك عندنا كلنا، راه كل واحد فينا راه عنده رزقين، راه انت ايها الضعيف، انت ايها الفقير، راه عندك الرزق راه موجود، لكن الباب مسدود. شنو هو هذا الرزق؟ هذا رزق ياتي اليك. خلي الرزق الذي تاتي اليه، الرزق الذي ياتي اليك موجود كبير وضخم، تعود من الاثرياء. انت ايها الفقير، انت ايها المدين، انت ايها الضعيف، عندك رزق عظيم اعده الله تعالى. مفتاحه اين؟ على قدر ما توكلت على الله، على قدر ما اخلصت النيه لله، على قدر ما قطعت الامل في المخلوقات وربطت الامل وعقدته في الخالق سبحانه وتعالى. يفتح لك الله تعالى هذا الباب وتلقى الرزق ياتي اليك. فاسال الله تعالى ان يعم علينا بالطافه وكرمه وجوده، انه سميع قريب مجيب. وكنبغي نقول للاحباب الكرام جزاء تفضلا لا امرا، هاد الناس اللي عندهم القنوات ديال المكفوفين او ديال المعاقين، شجره هلال للمكفوفين وشجره نور للمعاقين، ارجوكم ديروا واحد المجهود، دخلوا للقناه، سجلوا الاعجاب، ديروا واحد الكومونتير، واللي يقدر يساعدهم باي شيء مفيد له الاجر والثواب. جزاكم الله خير الجزاء. نتحول ايضا الى الدار البيضاء، معنا لالا نعيمه. السلام عليكم دكتور كريبان. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. بخير الحمد لله الشريفه، بارك الله فيك. اولا تشكرك بزاف على هذا البرنامج اللي كنستافدوا منه، وانا فرحانه بزاف بزاف كنشارك معك. جزاك الله الف خير، الله يفرحك بدخول الجنه لالا نعيمه. امين دكتور كريبان. وانا كذلك من شجره امل المكفوفين مع الاخ جواد اللي كيقدموا لك جميع الاخوه والاخوات تحيه، وكنتمنى يدخلوا عندنا ان شاء الله. وعندي جوج اسئله دكتور كريبان. مرحبا لالا. السؤال الاول: هل يجوز صلاه في مكان فيه تصاور ديال والدينا ولا خوتنا؟ نعم. والسؤال الثاني: هل يجوز صلاه في الحافله؟ انا كنت مسافره في الحافله، هل يجوز صلاة الحافلة باش ما يفوتني صلاة العصر؟ ايها لله، الله يتقبل لله، الله يتقبل. امين. وكنتمنى الناس يدخلوا شجرة الامال، وتحية لاخي جواد ولجميع المستمعين، وشكرا دكتور كريبان. شكرا لك لالا نعيمة، الله يحفظك لالا، الله يكرمك. وشهادة لله، هاد الناس كنتواصل معهم باستمرار اللي هما مكفوفين او معاقين، وفي هاد القنوات يعني سبحان الله ربي عطاهم واحد الادب، واحد الاخلاق يعني منقطع النظير، وفيهم الايمان وفيهم اليقين، وكل اوقاتهم
مرتبطه بالقران العظيم، كيقراوا القران الكريم كيجتهدوا رغم الصعوبات اللي عندهم، كيقراوا القران الكريم وكيتفقوا في الدين وكيتنافسوا في الخير وكيواظبوا على الصلوات الخمس. الصلوات الخمس كيواظبوا عليها. وكاين منهم اللي كانت توصل معهم بعد ما اثنين وخميس كنلقاهم صايمات وصايمين، اثنين وخميس صايمين وصايمات. هادو صلحاء، راه بهذا نرزق. راه حنا البلد ديالنا باش واقفه؟ راه ماشي واقفه طبعا بالاقتصاد وبالتخطيط هادشي كله ضروري، ولكن راه واقفه بالدعوات الصالحات ديال الناس المستضعفين، الناس اللي هما يا فقراء ومساكين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا انما تنصرون بضعفائكم وترزقون بفقرائكم. راه اللي بغى النصر، اللي بغى يكون عنده النصر، اش خصو يدير؟ خصو فيما لقى الضعفاء يتهلا فيهم، ينصرهم، يعزهم. انت على قدر ما كتنصر الضعفاء الله تعالى كيعطيك القوه، كيعطيك المدد، كيعطيك النصر. كلمتك مسموعه ورايتك مرفوعه. واللي بغى الرزق يتهلا في الفقراء، يوسع عليهم، يعطيهم مما اعطى الله ولو القليل، بهم يرزق. انما تنصرون بضعفائكم وترزقون بفقرائكم. الا عندك شي واحد في العائله في المحيط ديالك فقير، كتقول لي هذاك راه هو به ترزق. عندك تقول لي وحنا متحملين المسؤوليه ديالكم وحنا كنعطيوكم وحنا كنوكلوكم، الا قلت هذا الكلام ابطلت عملك. هذا من لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. بحال اللي كيدير الرياء، كيقول لي انا اعطيت، هذا رياء. يبغي يتظاهر بين الناس بالكرم، بحاله بحال اللي كيعطيها وخيطه مستوره مخفيه ولكن يمن، بحال المنان بحال المرائي. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق امواله رئاء الناس. اللي عطى شي حاجه كيخفيها، خلى بينه وبين الله تعالى باش ربي يبارك فيها. وان شاء الله تعالى هاد الناس رحنا في بلادنا راه بهم نرزق، رغم الازمات الاقتصاديه في العالم والتضخم اللي ضرب واحد مجموعه ديال الدول، وربما الازمه الاقتصاديه مازال هذا غير ديال اوكرانيا. واش دارت؟ غير الحرب الاوكرانيه اش دارت؟ من الحرب ربما نسال الله السلامه والعافيه، الى تطورت الاوضاع من هنا للقدام راه الامور غتكون أسوأ. ولكن احنا محفوظين، احنا في بلادنا محفوظين. محفوظين بماذا؟ بالقرآن العظيم الذي يتلى آناء الليل وأثناء النهار في كل وقت وحين، في المساجد، في دون القرآن، في كل مكان ديال العبادة. ومحفوظين بهاد الصلحاء الضعفاء اللي كيذكروا الله تعالى وكيصوموا الاثنين والخميس وكيصلوا الصلوات الخمس وكيديروا البقية الصالحات. احنا محفوظين، ومحفوظين بأهل الكرم اللي فيهم الإحسان، كيقلبوا على الضعفاء والمساكين ويوسعوا عليهم. راه بهادو نرحم، بهادو نكرم، وحنا مطمئنين. حنا عندنا الطمانينه. الا كان شي حاجه خفيفه، شي رياح، شي حاجه هزه خفيفه، شي جفاف صغير، داكشي كله قليل. حتى ربي قال لنا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. بشيء، شيء. اما في المجموع 95% غيكون الخير، وتكون غير البركه، وغادي يكون غير الامن والامان والسلم والسلام والرحمه ديال الله محاطه بكل جانب باذن الله. جوابا على سؤالك لاله نعيمه، الانسان الى عنده صور في البيت ديال والديه، يدخل للدار عنده صور فوتوغرافيه وكيبغي يصلي، هل يجوز ان يصلي امام الصور؟ الحديث النبوي الشريف ماذا يقول؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، لعن الله المصورين. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. هذو حديثين صحيحين في هذا الباب. ما معناهما؟ هنا كيدخل الفقه، كاين الحديث ولكن الفقه فين هو؟ هناك فرق بين الحديث وبين الفقه. الحديث هو نقل للنص النبوي، أما الفقه هو الفهم وهو حسن الإدراك. ما معنى الفقه؟ الفقه يقال فقه فقها، أي علم علما. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية المستنبطة من الأدلة التفصيلية. والفقيه كيكون عنده دراية. ما المقصود من الأحاديث؟ بعض الناس اللي ما عندهمش فقه أش فهموا من الأحاديث؟ فهموا الظاهر ديالها، الظاهر. وقال لك مادام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لعن الله المصورين، اي واحد مصور هو ملعون. يعني واحد كيصور فوتوغراف، يعني هل ينطبق عليه الحديث؟ ولما قال ان اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون،
انسان كاميرامان او مصور او عنده هاتف نقال او عنده استوديو هل ينطبق عليه الحديث؟ حاشا وكلا، ليس معنى ذلك هذا الحديث. هذا المقصود المصورون الذين ينحتون الحجارة باش يتخذوها كآلهة للعبادة، لأن البشرية كانت في واحد الزمن كان عقلها وعقيدتها مرتبطة بالحجر، كانوا يعبدون الحجر ويصورونه، ينحتوا الحجر ومن بعد كيبدأ يعبدوهم. وهنا كان العرب معروفين، كانت الآلهة في كل مكان، يسمون بين قوسين الآلهة، كان هناك إساف ونائلة، وكان هبل، وكان اللات، وكان العزة. كان حول الكعبة ما يزيد عن 360 صنم، وكان شيخهم هبل، جاء به أحدهم من البلقان، جاء به ودار فيه أساطير بأنه يسمع وأنه يقضي الحوائج، فصارت كل قبيلة تتخذ لها آلهة، وصار مصور ينحتون الآلهة، وكل إله كيدير في شكل، كاين الإله اللي هو على شكل بشر، اللي هو على شكل حيوان، وإما يكون نسرا وسواعا ويغوتا كما كان في عهد نوح، كي يأخذهم عبارة عن أصنام ديال 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 الحيوانات، إما الطيور وإما الأسود وإما النمور وإما الأفاعي. وفي الصين الآن رغم التكنولوجيا المتقدمة عندهم تمثال ديال التنين، بل في اليابان عندهم تمثال بودا سادهارتا، وتقريبا واحد سنوات مضت كانوا صنعوا أعظم تمثال ديال بودا، صنعوه وداروا في عينه جوهرة حمراء لا تخوازيام اي بين عيني في الجبهة، كيديروا واحد كيسموه لا تخوازيام اي، يعني الرؤية التي يرى بها الأشياء بروحه وليس ببصره، يقول عندهم البصر والبصيرة، البصر هو عينك اللي قدام جوج العينين، لكن بين عينيك كيديروا واحد العلامة حمراء، إما في الهند كيديروها دائرة حمراء أو في البودا كيديروا واحد بحال البولة حمراء لا تخوازيام اي. النهار اللي كانوا داروا الافتتاح ويجي واحد الزلزلة في ذلك المنطقة وأصابت ذلك الإله بانشقاقات فانفصل الرأس عن الجسد، وكان الناس كانوا على الأقل يكون عندهم واحد العقل يقولوا بأن نحن نعبد حجارة وها هو إلهنا اللي احنا من العربين كان صوبوه بالجرانيت وكان صوبوه بالبرونز وصوبناه ودرنا افتتاح رسمي وجاء السلطان ديال ديال اليابان وجاءوا الأعيان ونهار الافتتاح دايرين البخور ودايرين الند ودايرين دوك الالات الموسيقيه، ونهار الافتتاح يلا بغى يقدموا القرابين للاله، جات هزه ارضيه تزعزعت الارض من تحت اقدامهم، فاذا وقعت انشقاقات في البنايات وتمثال بودا كبير ضخم وقعت فيه انشقاقات وانفصل الراس عن الجسد، ومن بعد رمموه وكملوا الطقوس ديالهم. يعني رغم ان التكنولوجيا، اليابان دوله متقدمه كيسموه الكوكب اليابان، ماشي دوله اليابان، كوكب اليابان، فاتونا ب 100 سنه ضوئيه، فاتونا بزاف فاش في التكنولوجيا، ولكن اين العقيده؟ اين هو الدين اللي هو راس المال الحقيقي؟ الشيء الاخر كله متاع الدنيا قليل، للاسف ما عندهم شيء. فالمقصود هنا بالمصورون هم اللي كيصنعوا الالهه باش يتخذوها عباده من دون الله، اما اللي كيصور فوتوغراف او هذا حكم المراه. المرآة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي الكريم يرى نفسه في المرآة وكان يقول اللهم أحسن خلقي كما أحسنت خلقتي، الدعاء المأثور لمن رأى المرآة، كتقول ليش شفتي وجهك في المرايا كيبان لك الله تعالى كيف صورك وجعل لك السمع والبصر وعطاك الله العيون وعطاك الله الحاجبين والأشفار وعطاك الأنف وعطاك الفم، سبحان الله، هذوك الحاجبين بحال سبيكلاس، هذوك العيون بحال كاميرا لي كاتر ديمونسيون بالالوان بلا بطاريه، هذاك الانف بحال الاسبيراتور كيستنشق وكيستنطر، هذاك الفم بحال جهاز المولينكس في اللسان وفي السنان، وكيقول لك الله يحفظك ما حفظ اللسان بين السنان، وهذوك الاذنين بحال دي بارابول، سبحانك يا جليل، يعني الانسان تجمع فيما تفرق في غيره، الله هو المصور. فانت لما ترى نفسك في المراه كتقول الدعاء الماتور اللهم كما احسنت خلقتي فاحسن خلقي. المرآة هي كانت في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذه المرآة هي كان الناس كيشوفوا راسهم اما في الزاجة او على صفحة الماء او على انعكاسات متعددة. الصورة الفوتوغرافية اللي عندنا الان هي تيار بحال المرآة، هي انعكاس للظل كينعكس ثم يحصر الكاميرا كتحصر الظل، فهاد الكاميرا دي عادية وهي ضرورية من ضروريات الحياة. دابا كانوا بعض العلماء الاجلاء في دول الخليج
هذه واحد السنوات طويلة كانوا يفهمون الحديث بظاهره وكانوا يمنعون التصوير، يقول لك لعن الله المصورين وأشد الناس عذابا المصورون، وكان يرفض أن تأخذ له صورة أو فيديو، يمنع التلفاز، يقول لك هذا كله فتنة. ولكن فيما بعد تبين بأن هذا حكم خاطئ، هذا اجتهاد لم يصيب الصواب، هذا اجتهاد خاطئ. والناس عرفوا بأن التصوير مهم، فصار العلماء يصورون الندوات العلمية، وبدأت هذه الندوات تنقل عبر الأقمار الاصطناعية وينتفع بها الناس في كل القارات. بل العالم إذا أراد أن يسافر خصو جواز سفر، وجواز سفر خصو صورة فوتوغرافية. كان بعض العلماء قالوا لك نعم للضرورة بدي جواز سفر أو بطاقة تعريف وطني تصور، نعم هذا اجتهاد منهم. أما التصوير إذا كان فيه تقديس ولا كان فيه كدير الصورة وتقدسها وتعطيها واحد الاعتبار، هذا ممنوع. وإما صورة عادية فيها ذكريات، إنسان كيتزوج كياخذ لقطات ديال الذكريات الجميلة، إلى زاد عنده وليدات كياخذ صور ذكريات جميلة، إلى كان في سفر كياخذ ذكريات صورة جميلة، يكون في الحج في المقامات الشريفة كيصور وكيصيفط للأحباب يشاركوا الفرحة والإيمان، هذا كله خير إلى كان بهذه النية، هذه النية ديال الخير. لكن يحذر أن الإنسان يستعمل هذا الشيء للافتخار، إلا دار للافتخار راه يصاب بالعين، والعين حق. راه شحال ديال الناس كيبقاو يتصوروا وكيرميو في قنوات التواصل الاجتماعي، وبالبعد كيكون افتخارا وكيتصاب بالعين، كيصاب بالعين، كتلقاه هو مريض، ها هو فقير، ها هو المصائب كتنزل عليه، كيقول من هادشي من جاني، راه من العين. انسان يدير الصوره فقط باش ينقل واحد الذكرى جميله ويحتفظ بالذكرى ودون مباهات ودون افتخار. فلا بأس أن تكون عندك صورة في البيت ديالك ديال والديك وتصلي في ذاك المكان الطاهر، لا مانع. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان واحد مرة بغي يصلي في البيت ديالو، وجات أمنا عائشة رضي الله عنها بواحد التوب، ذاك التوب فيه صور ديال الطيور وعلقته بحال الستار بحال الخامية. فلما أراد النبي الكريم أن يصلي بغي يدير النافلة في البيت ديالو، هو كيصلي وكيشوف ذاك الستار أمامه فيه صور ديال الطيور، ففوتنا بذلك. فلما انتهى من الصلاة قال يا عائشة أزيلي عني هذا الستار، فإن هذه الرسوم لا تزال تتمثل لي في ذهني. فتناته فأمنا عائشة ذاك الستار حيدته من ذاك المكان ودات منه مخاد ولو كيجلسوا عليه. هنا قال العلماء ليس هناك تحريم، لأن لو كان محرما لأمرها بإحراقه أو إتلافه، لكن غير النبي الكريم قال لي هذه الصور كتجلد الدهن ديالي واستعملتهم كمخدات ولو كيجلسوا عليهم. الانسان اذا فوتين يحيد من الصوره ويصلي لله تعالى. كاين الناس اللي هما للاسف في الديانات الاخرى بحال المسيحيه، تدخل الكنيسه كتلقى الصور ديال السيده مريم العذراء، كتلقى الصور ديال سيدنا المسيح عليه السلام، كتلقى الصور ديال الرهبانيون اللي كانوا مع سيدنا المسيح، وكتلقى الاحبار والصلحاء ديالهم. هذا كله من اثار الذي لا يليق اماكن العباده، ينبغي ان تبقى مجرد لله بحال المساجد ديالنا، وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، ما يكون لها لا صور ولا فوتوغراف. وانت في الدار ديالك ما تبغي تصلي في اتجاه القبله، خاص المكان ديال القبله ما يكون فيه صور. الا كانت شي صوره في ايه الكرسي او ايه قرانيه او صوره الكعبه المشرفه، هذا كله مبارك يذكرك بالدين. اما الصوره غتفتنك نحيدها أثناء الصلاة، وبعد الصلاة نعود نعلقها. باختصار الجواب على السؤال الثاني اللي قالته الأخت نعيمة أنها كتصلي في الحافلة، هذا كيتسمى الصلاة على المركوب، الصلاة على المركوب. جا وقت الصلاة وكان راكب، أيام زمان الناس كانوا كيركبوا على الدابة، إما على الخيل أو البغال أو الحمير أو الجمال. اليوم الناس كيركبوا على السيارات أو الطائرات أو الحافلات، هذا كله مباح أن تصلي في الحافلة أو في الطائرة إذا جاء وقت الصلاة وخشيت أن يفوتك. مثلا أنت غادي في الطريق، غادي في السيارة ديالك، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يصلي على راحلته، ولكن كيصلي النوافل. ملي كيجي الفريضة كينزل تحاجة ما زربانة وتحاجة ما أحسن من الصلاة. أش غادي يوقع؟ علاش أنا زربان؟ الصلاة هي الأولى، ملي كنسمعوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وصلاتي هي أعظم من عملي، أعظم من زوجتي، أعظم من والدي، أعظم من أولادي، أعظم من رئيسي في العمل، أعظم من كل شيء. ملي كيجي وقت الصلاة كان نوقف كل شيء مش نصلي. طبعا الصلاة لها وقت موسع،
بعض الناس ربما كيبغي يتعنت وكيدخل في صراع مع الاخرين كيقول لك الصلاه اعظم، اي نعم اعظم، لكن ربي دلنا الوقت ممتد. اذا كان عندك شي عمل شاق وعندك شي مسؤوليه كمل خدمتك في يدك وعاد صلي، الوقت ممتد كتسمى الوقت الموسع وكاين هناك الوقت المضيق. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء وقت الصلاه اللي هو يا فريضه كيصلي على الارض، لكن لما يكون في الطريق في السفر كان كيصلي على النافله على الدابه، كان كيتوجه للقبلة اولا كيقول الله اكبر وكيصلي على 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 الدابه، والدابه تسير به اما اتجاه القبلة او قد تكون معاكسه للقبلة، لكن في الاول انا كنتوجه للقبلة وكنقول الله اكبر كنتوجه للقبلة، ومن بعد نخلي الدابه تمشي في الطريق ديالها ولو خالفت القبلة. اينما تولوا فثم وجه الله، ان الله واسع عليم، الله واسع عليم. فالانسان اذا كان غادي في الحافله او في السياره إلا جا وقت الفريضة خصو يوقف ويمشي يصلي، ولا حتى يوصل للدار ديالو أو يوصل للمحل ديالو يصلي. لكن إذا خشية انقضاء الوقت، مثلا العصر وقته ضيق قد يقرب المغرب غيمشي لك الأجر والثواب، ومعلوم أن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، اللي ضيع العصر بلا 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 داعين النهار كله بطل، النهار كله مشى، مشى ليه النهار، الأجر والثواب كله مشى. من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، إلا إذا كان عنده شي عمل اللي هو ضروري ومؤكد، كما قال النبي الكريم لبني قريضة، قال لهم، قال للصحابة رضي الله عنهم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريضة. كان ديك الساعة الصراع بين المسلمين واليهود، وكانت هناك قبائل يهودية في صراع، بني قريضة وبني النضير ويهود خيبر ويهود تيماء، فكان ديك الصراع وكان سيدنا النبي هذا حرب، هذه مواجهه، فقال لهم اسرعوا. قال لهم: من كان يؤمن بالله الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريضه. الصحابه مغادين وما يوقع لهم اختلاف. فئه قالوا احنا غنعملوا بما قال النبي الكريم، لن نصلي العصر الا في بني قريضه وخذوا صوت العشاء وخذ الفجر عاد نصلي العصر، احنا غنمشيو نسرعوا. الثانيين قال لك: لا، احنا نصليو العصر هو الاول، لانه من فاتت وقت العصر فقد حبط عمله، نصليو قبل المغرب. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.